ها هو الشيخ الفاضل والأسد المغوار، الشيخ المهاجر المجاهد أبو اليقظان المصري. من يضع خطوطا حمراء مزورة كاذبة بأنه يرفض اتفاق سوتشي، فلماذا لا يبدأ عملا؟ كان الحاجز لا أستطيع أن أخوضه إلا بالقتل، أضرب في الرأس وأنا مسؤول يوم القيامة، تعال يوم القيامة وقول أبو يقظان قال لي كذا، وأنا شرعي الجناح العسكري، أقول لك أضرب في الرأس. أسرى لعصابات زنكي، لا سلام ولا شيء، روح هون لعب. ما مين أنتوا ولا؟ ما زنكي. يلا هري. وسننبري لسوتشي وأهلها، أبشر بنا إن حل خطب أو غشا. يا أبو اليقظان، يا جولاني، نحن في دارة عزة، دارة عزة إلنا، نحن ما نطلع من دارة عزة. الفرقة التاسعة موجودة، الزنكي موجود، الأحرار موجودين، دارة عزة إلنا. بسم الله، الأربعاء 2-1 2019.